تهمه، ما فيش عليه ولا اي مخالفه، حتى سواقته ما شاء الله عليه. يعني انا بتوقعش انه صار معه حادث اصلا، بس مجرد انه بعرف شو الله ينتقم منهم، بس لانه هم ظلام، هذول ظلام خلص هيك. حسبي الله عليهم ونعم الوكيل. شو بتحبي تقولي؟ يعني شو وضع اولادك؟ اولادي هي ترك لي كوب لحم خمسه، امتحانات بناتي عليهم وبدهم امتحانات بدرسوا. شو ذنبهم هذول اللي كذبوا؟ ابني عمره سنه برضى مني لساته. اغضب عليهم، الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم. ربا خلصتي؟ ابن عمره صدي شو ذنبه؟ بكون يستنى في ابوه على الباب. بابا بابا حسبي الله عليهم، حسبي الله عليهم. شو ايش صار بالضبط؟ انا عشغله بحكي لك، انا عشغله. بعرف شو صار معه حادث، بلشوا في طخ، ما شفتش اشي. انا بس هذا روكي تنهاري شوي شوي. جماعة ما لوش شغل جوا، اطلع برا. المرة متضايقة ومضغوطة، لو سمحتوا.